السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب. اليوم إن شاء الله راح نشرح قصة The Evil Within. طبعا لعبة The Evil Within لعبة غنية عن التعريف وشهدت عودة المخرج الكبير شينجي مكامي. منو فينا ما يعرف شينجي مكامي أو الألعاب اللي تركت الآن بصمة بسبته؟ لكن راح ناخذها بشكل بسيط ومختصر. نبتدي إن شاء الله أول شيء بسباستين، وهو محقق من مدينة كريمسون وبطل اللعبة اللي راح نتكلم عنها. يصدر له بلاغ بارتكاب جرائم متعددة في أحد المصحات النفسية، فراح حق مسرح الجريمة هو وجوزيف وكيدمان. نلاحظ طبعا إلى الآن أن اللعبة لا زالت في العالم الواقعي، ما دشينا في عقل روفك إلى الآن. وصلوا حق مسرح الجريمة أو المصحة العقلية هذه، ودش سيباستين وشاف الجثث مرمية على الأرض. شاف أن الوضع غريب، ولكن في اتجاهه إلى غرفة المراقبة شاف شخص غريب أو هودد مان اللي احنا نسميه. وبعدها في فترة بسيطة انصاب سيباستين بطعنة أو ضربة من ورا ظهره اللي فقدته وعيه. وننتقل الآن من عالم الوعي إلى عالم اللاوعي داخل عقل روفك. ولما بني نتكلم عن روفك نشوف أن روفك شخص ذكي جدا ومن عائلة ثرية وايد، فيابول الدكتور هذا عشان يساعده لتنظيم أفكاره والبحوثات اللي كان يسويها. فحب روفك الوضع هذا، فقام يسوي هالتجارب أو يطبقها على الحيوانات حش السامع. وكانت في مشكلة بين أهل روفك وأهل القرية، لأن كانوا بيأخذون المزارع أو الأراضي الزراعية من أهل القرية. فأهل القرية يعني استنفروا من هالشي هذا، وقاموا وحرقوا الاسطبل أو المزارع ملوت أهل روفك. لكن ما كانوا يدرون أن روفك ولورا داخل المزرعة أو الاسطبل هذا، فقامت لورا اللي هي إخت روفك نحشت روفك من الاسطبل، فهي ماتت وهو نجا، لكن تشوه وقعد بالبيت وعزل نفسه وصقل موهبته أو كرس معلوماته وبحوثاته علشان يسوي الجهاز اللي كان يحلم فيه. لكن الدكتور طمع بالمشروع وقام وذبح أهل روفك اللي هو أبوه وأمه، وقال لأنهم سافروا عشان يضمن تمويل المشروع هذا. وبعد نجاح روفك في أنه يخلص مشروعه أو الجهاز اللي بناه، ياب الدكتور منظمة اسمها منظمة موبيس اللي خذوا روفك وقطعوه وخذوا مخه حطوه داخل الجهاز، لأن الطريقة الوحيدة اللي عشان يشتغل فيها الجهاز وهو عقل روفك. ولكن مو هذا المكان الوحيد اللي شافه سيباستين. سيباستين كان يتردد على مكان أكثر من مرة، وكانت فيه ممرضة اسمها تاتيانا، وبهالمكان هذا تقدر فيه أنت تطور أسلحتك، تقدر فيه أنت تطور من طاقتك أو تزيد من دمك أو من الأشياء هذه. لكن في نفس الوقت كان يشوف ملصقات، يا ملصقات حق ناس مفقودين فجأة أو يا ملصقات حق جرائم قتل. ولكن نلاحظ أيضا أن روفك كان يسوي تجارب على مرضى نفسانيين من مستشفى بيكن، وفي مكان تحت الأرض وسري وما حد يدري عنه. المستشفى هذا اللي سيباستين راح لبداية اللعبة أو أول كاتسين ظهر. ومع تقدم اللعبة نشوف أيضا أن الدكتور وروفك كان بينهم وبين بعض حوارات، أن روفك كان يتكلم مع الدكتور وهو يعزف البيانو، يقول له أنا أبي أسوي شيء ما حد سواه، أبي أسوي شيء خارج عن نطاق العادة اللي هو أني أنا أبي أشبك الأدمغة أو أشبك المخوخ كلها ويا بعض. وراح نتكلم الحين عن ليزلي. ليزلي هذا شخص شافه سيباستين بأول اللعبة لما كانوا ينحاشون من الدمار اللي صاير في مدينة كريمسون بسيارة الإسعاف. ولكن يتضح بعدين أن ليزلي هذا مو شخص عادي، ليزلي شخص مو طبيعي، لأنه عنده القدرة أنه يدش داخل عقل روفك ويطلع منه بدون ما يصيبه أي ضرر أو أي شيء. ولما نبني نتكلم على جوزيف نشوف أن جوزيف شخص غريب الأطوار، ومو بس شكليا ومو بس تصرفاته، حتى كلامه غريب. ومن أشهر أو أكثر كلامه غرابة At least I hadn't have any more episode، بمعنى لم يكن لدي المزيد من الحلقات. ويتضح لنا بعدين أن كيدمان الشرطية اللي مع سيباستين وجوزيف عميلة حق منظمة موبيس، والمنظمة معطيتها مهمة واحدة اللي إيه القضاء على ليزلي، لأن ليزلي كان يقدر يدش ويطلع من مخ روفك بدون ما يحوش ضرر ولا يحوش ولا شيء. فكيدمان عندها الاستعداد أنها تخون بربعها أو تذبح حتى ربعها بس أنها تنفذ مهمتها اللي إيه القضاء على ليزلي. ولكن كل ما تقدمنا شوي بالقصة نشوف أن روفك كان يطلع لنا باستمرار ويقول You can't lock me here forever، يعني أنت ما تقدر تحبسني هني إلى الأبد. وبعدها سيباستين دمر مخ روفك، ولما صحى اكتشف انه كان موصل في مخ روفك. وتنتهي اللعبة بخروج سيباستين من مخ روفك، ولما طلع من باب المستشفى رد للصداع اللي كان يحس فيه من اول اللعبة، وكان يشوف ليزلي يتمشى قدامه. ولما كان يركز ويحاول يشوف عدل طلع ليزلي مو موجود قدامه، حس انه يتوهم.
لكن قبل لا أختم حاب أوضح شغلة، أن سيباستيان بالجزء الثاني لا رجع حق الجهاز هذا عشان يدور بنته، والمنظمة هذه منظمة موبيس اذبحت مرته لأن مرت سيباستيان كانت صحفية وكانت تتنبش من وراهم وتدور الحقائق، يعني شغل الصحفيين هذا. لكن الشيء هذا راح يتوضح إن شاء الله كله بالكامل بالجزء الثاني. في النهاية حاب أقول لكم سامحونا على القصور، كان معاكم أخوكم عبدالله نهير، والسلام عليكم.